طبعا احنا عارفين ان حضرتك يعني خريج السوربون وعشت 20 سنة في فرنسا، فيعني حضرتك اكتر شخص ممكن توضح لنا اهمية الزيارة. احنا بنتكلم على رئيس دولة قايمة عليه مظاهرات بقالها 11 اسبوع، وفي هذا التوقيت جاء ليزور مصر وتحدث في المؤتمر الصحفي عن حقوق الإنسان، وأكيد حضرتك تابعت هذا المؤتمر. عايزين نعرف دلالة توقيت زيارة الرئيس ماكرون لمصر من وجهة نظر حضرتك إيه؟ يعني هذه الزيارة الأولى للرئيس ماكرون طبعا، لكن كانت مقررة سلفا. يعني الظروف الخاصة بالمظاهرات وغيره، أعتقد أن يعني الزيارة كانت محددة من قبل والرئيس ماكرون لم يشأ أن يغير جدوله إطلاقا، بالعكس سواء كانت هذه المظاهرات مستمرة حتى الآن أو أنها تقلصت كما نراها الآن، لكن في الواقع يعني الزيارة تنطوي على مجموع زيارات. يعني الزيارة الأولانية اللي حضرتك أشرت ليها أنه هو توقف في أسوان وراح معبد أبو سمبل وقف متأملا ومنبهرا برسومات الفرعونية الموجودة على الحوائط. يعني هذه كانت مسألة غير مسبوقة، وتصدرت هذه الصورة بالذات وسائل الإعلام الغربية والأوروبية تحديدا الأمريكية، كان مخاصمة تماما الزيارة باعتبار ان هناك مواقف بين فرنسا من ناحية وبين امريكا من ناحية اخرى، لكن في الواقع كانت هذه، لكن انتهز الفرصة واتكلم واقول ان كانت وسائل الاعلام الاوروبية لم تكن بريئة تماما. يعني كان لسه هيجي رئيس ماكرون وقاعدين يقولوا انه هيفتح ملف حقوق الانسان وهناك خلافات، يعني قبل ان تبدا الزيارة. إذا هناك تبييت نية لهذا الأمر، وسائل الإعلام الغربية اللي احنا نشيد بيها وفرحانين بيها وبتاع، أعتقد أنا من منطلق مهنتي كصحفي برضو في الأهرام، أعتقد أنه كانت مغرضة ومسيسة وهدف إشعال الحرائق. يعني وسائل الإعلام كان هدف إشعال الحرائق بشكل وده يا فندم اللي عملوه في كذا يعني وقع عليهم، وعشان كده حتى يعني المؤتمر الصحفي اللي طرح فيه قضية حقوق الإنسان، أولا صحفي مصري والذي طرح هذه القضية ولم تسمح لأجنبي يطرح القضية لأن أجنبي هيكون مغرض بشكل بآخر. حاجة تانية أن رد الرئيس السيسي الغير مباشر على هذا الموضوع كان رد عظيم جدا ورائع، والكل أثنى عليه وتكلم عن أشياء أكبر من مجرد مدون أو مدونين أو ثلاثة. والرئيس دي نقطة مهمة جدا، الرئيس ماكرون تراجع في المؤتمر الصحفي عما كان قاله في أسوان، يعني قال في أسوان أن والله حقوق الإنسان سيئة وأن أسوأ من عصر مبارك. ممكن يكون قال كده نتيجة الضغط اللي حضرتك قلته المسبق من الصحافة الغربية. طبعا يعني الشيء الثاني ان هو تراجع عن هذا التصريح في المؤتمر الصحفي، قال هذه حالات فرديه وانا لا اعرف عنها كثيرا بالحرف الواحد، وهذه لا يمكن ان تؤثر بشكل او باخر عن عمق العلاقات المصريه الفرنسيه. هذه مساله مهمه عندما يقولها في مؤتمر صحفي. الرئيس السيسي كان منتهى الذكاء عندما رد عليه ان نحن نعيش في منطقه يعني مضطربه، وان احنا المفروض الاوروبيين ينظرون بعيون مصرية مش عيون أوروبية، بعيون أوروبية. حتى احنا في الدراسة الإسلامية مثلا بنتكلم نقول ايه المستشرقين والاخره، ما نجيش نحكم عن الاستشراق اللي هو بيتكلم عن الإسلام من الغرب يعني بعيوننا احنا لازم يوصف بعينهم، هم شايفيننا ازاي، وده اللي اكده الرئيس السيسي قال له احنا بنشوفكم بعيون غربيه، انتوا كمان لازم تشوفونا بعيون. الحاجه الثانيه هو اتكلم على حكايه الحرب اللي عاشتها مصر، اولا ضد الارهاب، والحرب اللي عاشتها مصر ضد العشوائيات وانتوا لازم نتكلم عنها، وقال ان كان هناك 250 الف اسره كانت عايشه في ظروف غير ادميه وعملنا لهم بيوت والى اخره، وان قال لهم يعني عايز يلفت نظر الرئيس ماكرون انه يبص للتحديات اللي بتقابلها مصر. بص احنا عملنا ايه؟ ثم ان كان هناك تحدي اكبر عايزين يقضوا تماما على مصر وانها تكون دوله اسلاميه دوله دينيه ويعني كل هذه الاشياء واجه الشعب المصري بقيادة الرئيس السيسي. كان مهم جدا يقول الكلام ده بنفسه امام الرئيس الفرنسي.